الآونة الأخيرة قام المجلس المحلي بتسمية الدوارات في البلدة في كارم بأسماء عدة، وكان إحدى هذه الدوارات أطلق عليه اسم محمود درويش. ومن منا من لا يعرف محمود درويش؟ وهذا مصدر فخر واعتزاز لقريتنا أن نسمي بأسماء شخصيات لها تاريخ سياسي ووطني. محمود درويش عاشق فلسطين، القائد الوطني المعطاء. نسمع قصيدة للشاعر والأديب محمود درويش من لور راضي. تفضل. شكراً لك يا لورا. كبارنا أصحاب الفضل والهمم العالية، يطيب لنا أن نذكرهم دائماً في المواقف والمحافل، ولهم الفضل والمنة على ما قدموه لنا في الماضي. نستمع إلى السيد حسن حسيني أبو ماهر ليلقي على مسامعنا قصيدة من الشعر البدوي، فليتفضل. الهمة والعزيمة هي أساس، وتحقيق المجد بحاجة
إخلاص وبالوحدة والتعاون نحقق الخير لكل الناس، فمعا ويدا بيد نعمر بلدنا ونبني مستقبل شبابنا. وشباب وطفال ونساء وكل لهم، بارك الله بكم على هذه الجهود، وإن شاء الله يوم الانتخابات أن تكونوا ردعا وسندا للشيخ جابر العظيم. وشرفت المواقف يوم جيتوا، أحلى اقتراعات للشيخ جابر في الصندوق خليته، للشيخ جابر مبعد بالكنيسة خليته باسم العرب يحكي بالسلام. إخواني الكرام، أرض المساكين لو راحت، أقسم بالله ما شميته ريحة طيبة إلا شميته ريحة الغاز الكلم. إخواني أرض البساتين يا زهرة ورودي، شافوا شتى زارعنا الورودي، ده الشيخ جابر اهدوله الورودي، القطار ولا معاد ورودي رجعت الأرض لأصحابها الكرام. في ناس يا إخوان بيفكروا إنه كانوا ياخذوا مطاري أو يبدلوا أراضي، ولكن كانت هذه طريقة الجوال، بتروح الأرض بتروح المطاري. إيش بنقول لما بدنا أرض البناء؟ بنقول بنتنفض حتى الجنين. يا جماهيرنا العربية، بدنا أرض للبناء، بدنا أرض زراعية، الأرض خلقت للإنسان، بدنا نعيش بحرية. هذا هو وعد 160 جنوب للبناء يا إخوان، 160 جنوب أرض للبناء، مش للدور تحتيات يقدر يبني فيهم محل يسكن ياخذ مية بلاش. لكن الطرف الغير بقول لك لو قلال الشيخ جابر باب في ثمنه قدمته على ايدي بقول لك مكروه، لو عدد ثاني واعطاه باب المسجد بقول لك باستقبال. والسلام عليكم ورحمه الله. يا أهل بلدنا الحبيب جلجوليا، نفخر بكم، فتنافسكم على الانتخابات حضاري ونزيه بالنسبة لغيرنا من البلاد، وتتجلى هذه الميزة في كثير من الأحوال والمواقف، منها أولاً عدد المرشحين، ثانياً عدم اللجوء إلى العنف، وهذا من فضل الله أولا، ثم من وعي المواطن الجلجولي والقادة والمرشحين.
وتعاليهم عن السفاهات وزجر كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف سواء كان جسديا أو كلاميا. ومما يثلج الصدر أن ترى علمين أحدهما للوحدة والثاني للتضامن يرفرفان على نفس عمود الإضاءة، وكذلك الزيارات المتبادلة في الأعراس والمناسبات. نهيب بكم يا أهل هذه البلدة من مرشحين ومسؤولين وآباء وأمهات أن تبقوا كما عهدناكم وأن تتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. شعارنا العمل المشترك التسامح والأخوة والمحبة والتكاتف. نحن نعيش في بلد واحد، هذا البلد كان وسيبقى مثالا لكل الكرة والمدن العربية، موحدا بناسه وعائلاته، وحدة كل الفئات السياسية والفكرية. هذا هو النسيج الذي يحلم به كل إنسان في بلدنا. هذا مصدر فخر واعتزاز لكل من يعيش في هذا البلد الطيب الصغير بعدده الكبير بوعيه وفكره. قضايانا وهمومنا تحتم علينا التكاتف والعمل المشترك من أجل المحبة والألفة، من أجل الأمن والأمان، من أجل السلام والوئام. هذا هو شعارنا وهذا هو الواقع والمطلب. إحنا معاك والله لجل التغيير، يلا جلدوا الصوت على أبو اليزيد رئيسنا. إحنا معاك والله لجل التغيير، يلا جلدوا الصوت على أبو اليزيد رئيسنا. شاب يعرف عنه القاصي والداني أنه من الذين يعملون للمصلحة العامة وخاصة في الحقل التربوي والتعليمي. له نشاطات كثيرة في لجان الآباء، سخي وكريم وحريص على الشباب. أدعو السيد وصفي جمعة أبو عدي ممثلا عن قائمة الإخلاص لإلقاء كلمته فليتفضل. على الساحة ورياتي الفوز لواحة لواحة لواحة.
نحتفل اليوم بتتويج حملتنا الانتخابية بمهرجان النصر، فبالوحدة نصنع نصرنا إن شاء الله، وبالتكاتف نشق طريقنا نحوه. بالوحدة نستمر بالعطاء. جلجول يا أولا، جلجول يا أولا. لاجل التغيير يلا جايبوا الصوت علا ابو اليدين راضي سينا حينا معاك والله لاجل التغيير يلا جايبوا الصوت علا ابو اليدين راضي سينا طريقنا بناء الفرد والمجتمع دربنا خدمة أهلنا بدون تمييز سبيلنا الأمانة والإخلاص في العمل سبيلنا إرضاء الله وطاعة رسوله عملنا وسنعمل لمصلحة بلدنا والرقي به وتطويره بالمشاريع الحيوية يقودها التفكير السليم والخطوات النافذة والإرادة القوية والصبر على العوائق والصعاب لتذليلها لإكمال مشاريع قائمة والبدء بمشاريع قادمة إن شاء الله نحيي فيكم ضمائركم الحية ونرحب بدعمكم الثابت والراسخ لوحدة جلجوليا نهيب بأهل بلدنا الكرام دعم وحدتنا فالخير فينا وفي أمتنا إلى يوم القيامة ومن هدي رسولنا في الحديث الشريف المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا النصر لنا وحليفنا إن شاء الله نصير واثقين نمضي بثبات إلى نصر مؤكد ومحسوم بعون الله النصر لنا النصر لنا النصر لنا البلد واهلها نبني ونعمر والمولى قايدها والله عزيز وعزيز واشرار يا طير الطاير يا رايح عندي تحميك عيوني وكلك عينك جاءنا الان جاءنا الان وصلنا الان اتصال من المانيا من الشاب فؤاد اياد عرباس الذي يدرس موضوع الطيران في ألمانيا ويريد أن يوجه كلمة عبر برنامج سكايب في الهاتف تفضل أهل بلد الأعزاء سألقي عليكم كلمات من القلب كلمات نبضها شكر واعتزاز وفخر حين بدأت مسيرتي المباركة مع القرآن الكريم كان ذلك الرجل هو أول من علمني وأول من وجهني امتدت المسيرة إلى ما وجهت وتربيت عليه تربيت على قول رسولنا الكريم خير من الخير معطيه وشر من الشر فاعله فحين بدأنا التطوع في المجال الديني والاجتماعي وجدت ذاك الرجل أول من يساند أول من يشجع وأول من يدعم ذاك الرجل هو أول من قررت أن أقف وقفة الابن لكي أقدم له الاحترام والدعم ولو بالقليل كان بودي أن أكون بينكم اليوم لأرفع صوتي وأردد نعم لتحالف الوحدة نعم لتحالف الوحدة الله أكبر نحن لسنا عبئا على هذا البلد نحن اخترنا الشيخ جابر ليقود مسيرتنا 5 سنوات
وها نحن نقف اليوم لنقول له أكمل المشوار فنحن لها بإذن الله. أهل بلد الكرام، قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طاب مكسبه وصلحت سيرته وكرمت علا نيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق من فضل ماله وأمسك بالفضل من قوله. فأناشزكم وأوقر وقفتكم: سيروا على ما سرتم إليه، وثابتوا وابقوا إلى جانب شيخنا وقائد مسيرتنا، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. وأخيرا الشيخ جابر جابر: أهلي وعائلتي، أهل بلد الأعزاء، لكم مني السلام. حفظكم الله ورعاكم كما عهدناكم يدا واحدة وقلبا واحد. يسرني أن أراكم قريبا كما عهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيرتك التعليمية. الله يا رب. اسمحوا لي شوي اخوان اخرج عن النص بعد اذن الاعضاء والشيخ جابر جابر. الحلو الصغير بده يحكي لنا قصيدة، سامر شواهني، خلينا نسمعه شوي. لقد قالوا إن الجبهة على خلاف مع الوحدة ومع الشيخ جابر جابر، وإنها انفصلت عن الوحدة ولم تصوت مع الوحدة ولا مع الشيخ جابر جابر. هيك ادعوا وقالوا إن هيك الجبهة عندها مبادئ، وعندما أوضحت الجبهة إنها مستمرة مع الوحدة ومع الشيخ جابر قالوا إنها قلت عن المبادئ، وكأنها ولا التشبيه من صوتين لليبرمان ولا لكهانة. وقبل يومين أو ثلاثة وعنا نتصفح في الإنترنت أو فيسبوك
فبقرا في الخبر انه احد اعضاء الجبهه وهو نديم طه بانه انشق عن الجبهه وانسحب وانضم لقائمه ثانيه اخرى، وهذا غير صحيح. وهذا الخبر ملوش اساس من الصحه، والهدف منه بس المس بالجبهه، وهذا بيزيد الجبهه قوه واصرار على السير في طريقها الوطني المسؤول. والاخ نديم طه يعلن انه عضو جبهه ملتزم ولن يحيد عن طريقها ابد الظهر، والجبهه مستمره مع الوحده، وهذا هو الموقف المسؤول. ومع الشيخ جابر جابر للرئاسه. وبعون الله يا جابر عمر بلدك، عمر بلدك، وباسم الله يا جابر توقف وعدك، توقف وعدك، وبعون الله يا جابر. مع كلمة الجبهة يلقيها السيد علاء عرابي رئيس قائمة الجبهة، فليتفضل. وحدك أهلها تنهر بإذن الله، قائمة الجبهة صوتنا العضوية هاي المهم والله بتستاهلها، في المستقبل في قلبها أساسها، الله يا ربي تحمي أهلها. المرشحين الأكارم وبرئيس جلجوليا المحلي الشيخ جابر جابر. بعد ذلك سنتوجه إلى صناديق الاقتراع لنختار قيادتنا المحلية، رئيس وأعضاء المجلس المحلي للسنوات الخمس السابقة. الصوت هو مسؤولية كبيرة، عندما نضعه في الصندوق فإننا نتحمل مسؤولية كبيرة لخمس سنوات على الأقل. لذلك نحن ندعو إلى التعالي عن المصالح الطيبة والفئوية والمضى نصب أعيننا المصلحة العامة للبلد كلها، فالبلد ليست شوارع وأبنية فقط، البلد هي البشر، هي الأهالي، هي الشباب والكهول، هي الرجال والنساء، هي التاريخ والحاضر والمستقبل، والبلد هي بالأساس بيتنا المشترك، البيت الذي نريد أن نعيش فيه بكرامة وبأمن وأمان، بعيدا عن العنف وعن الرذائل وعن المصالح الضيقة. نريدها قرية عصرية، ولذلك نريدها انتخابات حضارية ونزيهة وهادئة تخاطب عقل المواطن، ولن نقبل أن يجري العبث في وحدة القرية والتفريق بها على مذهب المطامع الشخصية والفئوية. الانتخابات ليست عداوة، إنما هي تنافس بين من يريد أن يقدم الأفضل لوحدة البلد ولأمان البلد ولأهل البلد ولمستقبل البلد وأجيالها الصاعدة، وهي الخيار الديمقراطي الحر والواعي بعيدا عن العنف والإكراه. إننا نعلنها من هنا واضحة، ليس لنا أعداء في هذا البلد،
والانتخابات هي ليست معركة بين أبناء البلد الواحد فيما بينهم، إنما هي معركة بين البلد الموحدة كلها وبين سياسة التضييق في الأرض والمسكن والعلم والعمل والتمييز في المدنيات وسياسة الإقصاء والعنصرية. كلنا أبناء بلد واحد نتشارك الحياة ونشارك بعضنا بعضنا الأفراح والأتراح والطموح المشروع إلى حياة أفضل، ونبني المستقبل لصالح أولادنا، كل أولادنا. وأعد أمامكم من على هذا المنبر المحترم أن أكون من خلال عملي في المجلس المحلي سفيراً للأجيال الشابة، سفيراً للمستقبل المتنور والواعد، ورسولاً يضع وحدة البلد نصب عينيه، بل يضع وحدة البلد في بؤبع عينيه. نحن في الجبهة نحمل علم وحدة شعبنا عموماً ووحدة قريتنا خصوصاً طوال الوقت، ولن نخفض هذا العلم في أي زمان وفي أي مكان ومهما كانت الظروف. قائمة الجبهة هي قائمة كل الناس، هي ليست قائمة عائلة إنما قائمة كل العائلات، وهي ليست قائمة حارة إنما قائمة كل الحارات، وهي ليست قائمة مصالح ضيقة إنما قائمة المصلحة العامة لجميع الناس بنزاهة ومساواة. إننا نريد لشبابنا ولبناتنا وأبنائنا أن يعيشوا في بلد يطيب العيش فيه. جبهة قوية يعني مجلسا قويا وبلدا قويا، لأن تقوية من يوحد الناس يقوي كل الناس. لقد قمنا في السنوات الأخيرة من خلال المجلس المحلي بقيادة أخينا الشيخ جابر جابر، ومن خلال اللجنة الشعبية وأعضاء الكنيسة، ومن خلال الكثير من الخيرين في قريتنا، معركة شرسة للدفاع عن أرض بلدنا. وقد تكللت هذه المعركة بالنجاح وأنقذنا الأرض من براثن سلطة القطارات، ونحن اليوم في الشوط الأخير من إزالة العوائق المصطنعة التي وضعتها السلطة لإكرام إدخال أراضي لمسطح البناء في القرية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حل أصعب المشاكل التي نواجهها، وهي قضية أراضي البناء وضمان السكن للأزواج الشابة. لقد كانت جلجوليا تملك مساحات واسعة من الأراضي، ولكن بعد موجات المصادرة وإقامة المستوطنات على أرضنا والمشاريع التي بنتها الدولة على أراضينا، أصبحت مهمة الأزواج الشابة في الوصول إلى سكن لائق أشبه بالمهمة المستحيلة. لذلك سنواصل بمجهودنا المشترك مسيرة التخطيط والبناء لصالح جميع قريتنا. إلى جانب ذلك، في مواجهة أوبئة الهدم والعنف والجاهلية، هذا الأمر يتطلب الارتقاء عاليا في جهاز التعليم وإنعاش الحياة الثقافية، لأن الاستثمار بالإنسان وبانتمائه ووعيه وعلمه وثقافته هو المفتاح لحياة كريمة ولحياة كرامة. أنتم تعلمون أيها الأخوة والأخوات أن هذا هو الطريق الوحدوي والشريف الذي صارت وتسير عليه الجبهة، ويشرفني أن أواصل السير على هذا الطريق العظيم الذي صار انتماءنا وصار بقاؤنا وصار كرامتنا. إننا نرى في الشراكة المخلصة مع رئيس المجلس المحلي والقادم بإذن الله وبإرادتكم الواعية الشيخ جابر جابر إحدى الرقائص الهامة التي من خلالها نضمن مواصلة مسيرة التقدم في قريتنا العزيزة. لقد أثبت الشيخ جابر جابر أنه حريص على النسيج الاجتماعي والإنساني للبلد، وحريص على تحصيل حقوق البلد، وحريص على أمان وأمن
عن البلد. وبعد غد نلتف جميعا حول الشيخ جابر. بعد غد نصوت جميعا للشيخ جابر للرئاسة. وواو الجبهة للعضوية. أنتم أبناء بلدي، أنتم أهلي، أنتم شعبي. فيا شعبي، يا عود النكدي، يا أغلى من روحي عندي، إنا باقون على العادي، إنا باقون على العادي. الله لواحة لواحة يا غير سيطر عالساحة عالساحة جماهيرنا الجلجلي وحدي وشعراك كتير.